المصاب بكده يتوضأ لكل صلاة مش مهم يغير من نفسه يا شيخ؟ من هو؟ المصاب بسلس البول. المصاب بسلس البول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سلس البول ليس فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمت كلامي؟ ليس في مريض سلس البول نص عن الرسول لا يفعل كذا ولا كذا. ثانيا، بنى بعض العلماء الحكم في سلس البول على حكم المرأة المستحاضة. طيب ما حكم المرأة المستحاضة؟ المرأة المستحاضة ما فيها أيضا نص ثابت، كل النصوص معلولة، لكن الجمهور يقولون تتوضأ لكل صلاة، ده كلام الجمهور. فمن العلماء من قاس على كلام الجمهور وقال مريض سلس البول يتوضأ لكل صلاة. بقيت مسألة أخرى، مسألة النجاسة. نعم. نجاسة الثوب ما عندنا فيها أي نص، ما عندنا فيها أي نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يتكلم فيها يتكلم اجتهادا منه، لا يتكلم بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقيس على كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما حملت بمحاضت ونفست، قال النبي استسفري، والاستسفار أن تضع قطنة في المحل وتشد الوسط، كلها أقاويل أقيسة، كلها أقيسة. فأنت إن استطعت أن تتحفظ بأي طريقة تحفظت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا وسعا. بس صار السؤال الثاني بقى بعد إذنك.